اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي. ترند الاهلي هنستعرض مع بعض الامور اللي موجوده عبر السوشيال ميديا والمحتوى اللي الناس بتتكلم فيه قبل مباراه الدحيل والاهلي. هنبدا مع بعض من حساب الرسمي اللي في الجول على تويتر، بيتكلموا على العد التنازلي يوم واحد متبقي على مباراه الاهلي الاولى في كاس العالم للانديه. طبعا الحساب الرسمي في الجول بيتكلم على ان الاهلي سجل 11 هدف في 12 مباراه خلال 5 مشاركات سابقه في كأس العالم للأندية، وإن شاء الله بإذن الله في خلال هذه المشاركة يكون في أهداف عديدة عشان نزود معدل التهديف في هذه البطولة الكبيرة. طيب معنا كمان صور حصرية، يمكن عايز أتكلم وأنا معاكم أهو وإحنا بنتكلم على مشاركة الأهلي. دي صور على الهواء مباشرة طبعا حصرية من ملعب المباراة استاد المدينة التعليمية لمحمد الشناوي حارس المرمى وافراد الجهاز الفني، طبعا كابتن سعد الحفيظ مدير الكوره، بيت سمسماني المدير الفني، كيفن جونسون وكل افراد الجهاز المعاون في ملعب المباراه. طبعا ده قبل انعقاد المؤتمر الصحفي مباشره، وطبعا الكل ملتزم بالاجراءات الاحترازيه زي ما انتم شايفين على الهواء مباشره عشان ارضيه الملعب بقى والتجهيز للمباراه غدا باذن الله. طبعا الصوره الجماعيه لكل افراد اللاعبين والجهاز الفني. هذا الملعب هيكون من الملاعب المخصصة لاستضافة مباريات كأس العالم 2022، وتم افتتاحه رسميا وتسليم العشب في أرضية الملعب يوم 6 يناير، يعني أول مباراة هتتلعب على هذا الملعب بعد هذا التحديث والتطوير هتكون مباراة الدحيل والأهلي غدا إن شاء الله الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة. طيب نكمل مع بعض ونشوف باقي الموضوعات اللي معانا من خلال ترند الأهلي. طيب صفحة فيفا الرسمية كان النهاردة في حوار مع محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي، ونشروا هذا الحوار من خلال الموقع الرسمي الفيفا على تويتر، واللي اتكلم فيه كهربا وقال: طالما حلمت باللعب في تلك البطولة والحلم قد تحقق أخيرا، مشجعو الأهلي يعنوا الكثير بالنسبة لي لأنني واحد منهم. الأهلي شيء خاص في حياتي أعتبره مثل أبي أو أمي، أأمل أن أحقق أمنيتهم والاستمرار للعب في الفريق في المستقبل وأجعل الجماهير سعيدة. اتكلم كمان على ذكريات كهربا مع كأس العالم للأندية، قال: كنت أهرب من المدرسة لمشاهدة المباريات في المقهى، كان شعور رائع أن تشاهد الأهلي يلعب أثناء شرب الشاي بلبن، لما كان طبعا بيتفرج على القهوة، لما كان بيشوف مباريات الأهلي لما كانت بتتلعب الساعة 7 الصبح، لما كانت المباريات بتتلعب في اليابان خلال السنوات السابقة. قال كمان: أشعر عندما أشاهد بايرن ميونخ في هذه البطولة بنفس يعني الاداء بتاعنا فريق النادي الاهلي، نفس الطريقه لما بتفرج على البايرن اكني بتفرج على فرقتنا، احنا بنلعب بنفس الطريقه، بنحاول نلعب بنفس الاسلوب اللي لعب بيه بايرن ميونخ في البطوله في الدوري الالماني. قال كمان: نفس الطموح اللي موجود عند البافاري موجود كمان عند القلعه الحمراء، منافسه على الالقاب القاريه، منافسه على الالقاب المحليه، وباذن الله ان شاء الله نشوف مباراه كبيره بس تكون خطوه ثانيه بعد الخطوه الاولى اللي هي اهم في كل شيء، مباراه بكره بين الدحيل والأهلي. طيب أروح للصفحة الرسمية لصفحة يلا كورة، صورة لعلي معلول مع الكابتن محمود الخطيب. هذه الصورة طبعا يلا كورة اهتم بيها ونشرها على الفيسبوك، ومكتوب عليها عنوان رائع جدا تحمل الكثير من المعاني هذه اللقطة: كابتن محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس البعثة والأب الروحي لكل اللاعبين بالتأكيد، وده باين حتى من خلال التعامل والروح المعنوية والدافع الإيجابي والنفسي اللي بيحصل من خلال رئاسة الكابتن الخطيب لبعثات الفريق خلال الفترات الأخيرة، وده كان ظاهر بشكل جيد جدا في مباريات دوري أبطال إفريقيا لما كان موجود رئيس البعثة، سواء في مباراة الهلال السوداني، حتى في مباراة سان داونز في دور الثمانية، في مباراة الوداد المغربي في نصف النهائي. وجوده على رأس البعثة بيبقى ليه صدى إيجابي جدا وتأثير نفسي ومعنوي إيجابي جدا مع اللاعبين والجهاز الفني قبل هذه المباريات الكبيرة.